السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ازاي تستدعي بيانات او تعمل امبورت لملفات اكسل من على الباور بي اي، وكمان تعمل ربط او كونكتنج ما بين الجداول وبعضها في الباور بي اي. اولا انا عندي شيت الاكسل انا عايز استدعي في بيانات كتيرة جدا، ديسكاونت ويونت برايس، سعر الوحدة ومصاريف النقل وهكذا، يعني تفاصيل كتيرة جدا في البتاع ده او في الجدول ده. ده اسمه الجدول اسمه اوردر، وفي جدول اسمه ريتيرن بيديك الاوردر اي دي بتاعه ويقول لك ده ريتيرن او هو ده الحالة بتاعته ان هو رجع، واليوزر بيديك ان هو الريجن، كل ريجن مثلا زي ايست مثلا واحد اسمه ايرن، ساوز اسمه سام، ويست اسمه ويليام وهكذا. فانت مطالب انك تستدعي كل البيانات دي ترفعهم على الباور بي اي، وكمان تربط الثلاث جداول دولت او الثلاث شيتات دولت ببعض. فانا هقفل الشيت ده كده ونفتح الباور بي اي. اهو في الباور بي اي اول ما بتفتح بتلاقي في حاجه اسمها امبورت فروم اكسل او امبورت داتا فروم اكسل، او لو انت عايز تعملها اكسل ورك بوك اهي برده، وهتلاقي في جيت داتا. هتلاقي برده اول حاجه في الجيت داتا دي هتلاقي فيها كل الحاجات اللي انت عايز تربطها ببعض. فاحنا هندوس على السهل، هي امبورت داتا فروم اكسل اهو، عشان ده الكومون او ده المشهور يعني، او سيلز اهو. ونستنى شويه تمام، واهو هو بيعمل دلوقتي لودنج. واتمنى يا جماعه يعني عقبال ما يعمل لودنج اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا والله بشتغل جامد قوي وبتعب قوي في القناة عشان اطلع لكم معلومة ان شاء الله تكون تفيدكم بإذن الله. فاحنا هناخد الاوردر، يعني مش لازم تيبل 1 دي، هناخد الاوردر والريتيرن واليوزر. فتلاقي كل حاجة يعني ظاهرة، كل ما توقف على اي حاجة ظاهرة، وحتى كمان التيبل هتلاقي فيه حاجات بتظهر ايه، لا انا عايز الاوردر والريتيرن واليوزر. ففي ممكن تعمل ترانسفورم داتا وفي تعمل لود. ترانسفورم داتا دي اللي انت لو دوست عليها هتلاقي فيه انك تعرف تبص على الداتا تايب اللي هي نوع الداتا، اذا كانت مثلا ديت او اذا كانت تاريخ او اذا كانت رام نمبر او اذا كانت تكست وهكذا. دي الشتات كلها اهي. فانا عندي الدنيا يعني كويسه الحمد لله يعني. فهندوس لود كلوز وهيعمل لود اهو دلوقتي. يا مسهل اهو بيعمل لودنج، فهتلاقي الشيت اهو بيعمل لودنج. وهنا يا جماعه بعد ما الشيتات ده الشكل اللي بيظهر فيه الداتا، ده الاوردر والريتيرن واليوزر. ده الشكل اللي احنا بنستخدم فيه ريبورت فيو، او ده الشكل اللي احنا بنشتغل عليه، ودي التيبلز اللي بيظهر فيها الداتا والحاجه بتاعتها. يعني ده الاوردرز وده الريتيرن وده اليوزر، ده نفس اللي احنا كنا شايفينه في الاكسل، ودي الريليشن، وده اللي احنا جايين برضو نتكلم فيه النهارده، ان احنا نربط ده بده بده. الاوردر تعالى كده نكبر كده، في حاجه اسمها اوردر اي دي، وده الاوردر. ندور على كلمه اوردر اي دي، لان الاوردر اي دي ده رقم يونيك او حاجه فريده من نوعها. هننزل كده شويه كده نلاقي في حاجه اسمها اوردر اي دي عليه علامه السيجما اهي. هنروح واخدين من دي لدي اهو، بصوا اتعمل اهي. ننزل كده لتحت قال لك 1 تو ميني، الريليشن دي اسمها 1 تو ميني اهي، ميني تو 1 او 1 تو ميني، اللي هي ايه؟ اللي هي اوردر واحد، اوردر واحد يقدر يعمل اوردرات كتير، اوردر واحد مربوط باوردرات كتير، اوردر واحد موجود جواه كوانتيتي كتير. يعني انت لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان في الاوردر ده مرتبط باوردرات، رقم الاوردر ده هتلاقيه متفنط هنا على اكتر من اوردر، على اكتر يعني الاوردر الواحد ده تلاقيه فيه اكتر من كذا حاجه. هو ده اوردر 1 تو ميني الريليشن دي. وبعد كده انت عايز برضو تربط اليوزر، احنا دي ما عملناهاش ترانسفورم. فنيجي بص هنا لو تلاحظ دي كولوم 1 وكولوم 2، فانا عايز اخليهم بالاسامي. نروح جايين هنا كده في الجدول، وهنروح جايين على هوم، وهنيجي عند كلمه ترانسفورم داتا. هتلاقي في اليوزر ايه ترانسفورم داتا. بص الريجن ايه جايه في كولوم واحد، انا عايز لا الريجن والمانجر دول يطلعوا هنا. نروح جايين ترانسفورم داتا، وهنيجي عند كلمه يوزر، وهنيجي عند كلمه ترانسفورم، ونقول يوز فيرست رو از هيدرز، نخلي الفيرست رو ده الرو از هيدر. بص اول ما اعملها هتلاقي طلعت فوق اهي، وبعد كده نقفل الداتا، هتلاقي دي بعد كده ابلاي تشينجز، هتلاقي دي طلعت لفوق كده، الريجن دي هتلاقي طلعت لفوق.
بالظبط بالمنظر ده كده، الريجن دي طلعت فوق، فهنيجي نعمل هنا هنلاقيهم طلعوا هنا. هي اتعملت لوحدها اساسا، يعني هو اوتوماتيك راح عاملها لوحدها. هو طب تعالى نمسح دي كده ونعملها احنا بايدينا. قال لك احنا هنعملها ازاي؟ قال لك ان اليوزر ده في ريجن، فندور هنا على الريجن، ريجن ريجن اهي الريجن اهي، فهنربط الريجن بالريجن برضو 1 تو ميني، اللي هو مانجر واحد او يوزر واحد مربوط بيمسك اكتر من منطقه جوه الريجن. تمام بس كده، ده الربط بتاعنا. في اكتر من ريليشن شيب هنا بتتربط، حاجه اسمها ميني تو ميني، وفي حاجه اسمها 1 تو ميني، وفي حاجه اسمها 1 تو 1. ف دي ريليشن، ووريتك كمان ازاي تستدعي بيانات. ده انت كده رابط الثلاث حاجات ببعض، وان شاء الله ان شاء الله فيديو كده اقول لك تعمل ازاي الداتا، او تربط او تعمل ريبورت او تعمل داتا فيجواليزيشن من الريبورتات دي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه شاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.